هذه هي آخر المحطات التي تقف عندها هذه النحلة. ربما ظنت أنها تقف على واحدة من الزهور التي اعتادت سحب رحيقها، ولكنها لم تعلم أنها بين براثن نبتة آكلة للحوم. يعرف هذا النبات باسم فينوس فلاي تراب، أي فينوس صائد الذباب، ويصنف من النباتات الآكلة للحوم والمهددة بالانقراض، فلا تنمو في الوقت الحالي إلا في ولايتي نورث وثاوث كارولينا الأمريكيتين، وحصراً في المستنقعات. جعل الله البديع هذه النباتات تنمو في مجموعات صغيرة تحوي بين 4 و7 أوراق، وتعد كل ورقة بمثابة فم مفتوح لاستقبال الفريسة. ولكن كيف تتم عملية الافتراس؟ زود الخالق باطن أفواه صائدات الذباب بشعيرات حسية تعد بمثابة زناد البندقية الملقم، فضلاً عن اصطفاف الأشواك على أطراف الفم لتتشابك كالقفص لحظة الإغلاق. فبمجرد هبوط الحشرة وملامستها لهذه الشعيرات سينطبق فك الموت عليها. ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، فماذا لو كانت المنبهات الموجودة بفمها ليست ذات قيمة غذائية وهبطت في فمها بالخطأ؟ إذا حدث تنبيه واحد لشعيرات الفم فذلك لن يستدعي إغلاق المصيدة، ولكن إذا تعددت الاتصالات والتنبيهات لهذه الشعيرات ستتحرك المصيدة لحبس الفريسة، وعند إحكام الإغلاق تفرز النبتة الأنزيمات الهاضمة للحشرة، وبذلك تؤمن النبتة غذاءها لنحو أسبوع لتفتح فمها من جديد بانتظار فريسة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين.